بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دا وديال كسو دوادا برنامج قارة وعنو كده هاللينو ويو ويو ردديني سوماليا شنتكن إلا يطلنككن وحمانتا سوق السومالي دا شريف كوفي عنو كوكا بنينا وعنسي كدسة عنو سكو هلني أبوكر حسن عداني وكمي دها ردددي شن تكون إلا إيو طبعاً كون ودن كصومالي أو أردي جري هناها إن سديت ميري إن أبو كرنتي وحوي هاي إن حركة قرن كصومالية إن وياهسي وحن ربع مركا إن كورستو إن تاريخ ذي هرة إيو هاتن عيارتي إن سدا وأركو إيو وح كده بي مركا هرة أبو كر كسر دوبل ليباشو لبنان برشو عنسن آدي آدا أم حسن تاي لبنان شو بسم الله الرحمن الرحيم آدا كاقام حلنا يا سورتي فرصدا قاليقا واقا دينكو آد أرد جيتين أنا جيل كاسي ما بجيرين بيان عمر اينا يا هورتا حلي داسي أبو كرو حدي قور انتا مركا واقا بلاوي سي إناد قدال نوع لسان ربا قور ما تقوم بيرتي عيارهن أرددا حلقة قرن كصومالي وأهرت وحنا كسب بلاب عياري وقبل هذا وحنا أوصل أرض قبل كبنادر إسلام مركزنا وحقيقته النادي جينجي وكالة ده كان عصوا أمضى وحنا أرض طبعا كون إيشان تكون إسلا إيدي وحنا أوصلت النادي جا إسلام مركز إيدي وانك وحليت ليه مجاب قرنك أو لو بحاي عيار تونسي كده عاي كده ابن عياره ويباقتي عيارك الله هذا السعودي أرجيراني عيارها سو حي كده عن السعودية 1983 كنت مركز أفري يير وبحاي سنة بابا وبحاي سنة بابا سنة بابا أوكي أنت عاد بحاي سن إن عاد متى كان عاد عيارها وضمدا عاد تيجي سن ما جرت ما قول عاد سو هو يسن يا سو جرت عيارت يقف عند أو أكيد حي هاد 1986 أو كده عاي غريغ أتنس عيارتس عيار أضيع أهد أو أنا عيار ده حتى ليه ذي إجا أهد وحن كبح الصومالي هبينك أو حن كبح أو هبين نمو أفر صح هبين نمو صباح دنا ترصيد وحن كو هاي إن ماشاء الله هايو إن روم إيطاليا ساعد كدب وحن كدك تي ودك لا أتنس غريك أنا أنا معناها نصنين أو دالن أو باهن أو حن كو أن كدك تي أتنس غريك ساعد كدب وحن دمن وحن كمن غادي هيد كوات واللي جبري واللي جو بدلي هيد كلا بعض اللي جد جاي إسلام مركز نهيد كلا بعض وحن كسر نغدي كلين تأفراد مركز مركز بحي سي مغدشات كبه هذي إمسا كوح بعد هيدا مسكيل جاب بعد هيد يا كل صعب وحى إلى سعودي الله ورحمة الجيري يوحى إلى سعودي جبر الله فوزي إبراهيم جلعو واقف يا سيد حقفوت أيام كبحني أنا جبر عيارتو ده يو هيرك هيرك حين كعيارها فضد جيري أيام الرعي عيارتاس أو كده عيسى أتنس غريغ صدح قف كلام كبحنا وفود أصوا إيه يعني يقبل ده فوز إبراهيم جلعو وعيارنا عيارتو إيه وقت عيارتي أتخقب بشيء عيارتك أتخقب كلام إن دتك الله ترتمى يسان إن مركا إن درين كاغو سدوا أها مركا درين كي هو ما شاء الله الحمد لله إسلام مركا سنواد دالنا وأنا باهناي إسلام مركا هوتيل كان تقني مركين هورك قاطي درين كي وحن دريما سو مركا أركي عيارة السي تاي يصير يسقطه أو واحد قال شيء سبيريت سو ودنك وحواي ودنك وين الدفاع ذا هذه سلام مركا وحن سمي مركا مركا اسكت بعي وام اب ادي ان سور جوكس دي حبط الستار جري رجيان راعي تالن جوكس دي كدي مركا كهرت لابد جير سدح جير افر جيرو افر كورن سو ادي سعودان كنا من سيد جناني وحن سوينا وفاينل وحلو بهاي كلي لحقف أفر تقف أو أفق هراء هاي مركوا اسمنا قنا رجع واسف في فيرو وكينياتي ومراكو والتنزانيان وإثيوبيان أفر تصل سأسو في فيرني أرت سعنا كل ما يسني وحنا دمين وحنا أرضي أربعة دي خميس مسجمعي فاينل هذا نعمل فاينل كي وحنا كل مي كالين تسيدي ذات مركوا حوا ما شاء الله ما هن سا لكن وادلنا ذلك يوصل بحر وكان مركا اد فيرسيد واغا ان كالجعيل كالصوماليغا لو قبو واغا سي مركا اد فيرسيد سدو كولا اها ادي ادي ودمدا اتغيسان عيارها كا قيب غليسان سدا لينت لينت خغلين جيرغا
سفي عن وودن عانه وودن عنها وجيت وسلمك كان أو دين عالم كلاجيقا أيام هن وانا الاحترام وانا الحشمين حدنا ما شاء الله الحمد لله سيدي ولي لابلك وقصور نقلنا حتى وحاجة طلبة عيارتوي أو ما شاء الله اللي يرادو حد أرضي عيارك دعاي غانا وكل ميكالين طلبات وحالها عبد الله محمد عبد الله جامع محمد وما شاء الله ولي عالن كي سومالي قولك مدعين وحاجرو يلي رادة علي إيدو حسن أصغنا ما شاء الله عيارك دعاي عربتا كان قالي كالين تسدحاد أو ساس أي تاي بربرك إرتباطه ده جرتوا لما أها عيالك إن ليد لو بصافع عيارته ده وقلبي يقول لو قبوجيو لكن الحمد لله ما ولين ما عليش وتاجي قرق إن واحد كوي مركا مخدشة كسر نقطتين مركا جوشي ساق عدين سودوين تينا مخدشة اللي نكون سودوين سدى أمور قتوى جالسي أوكي أنك هاد حقلو عيارته جهاد أنك هاد لايو ما ي تن تن تواحد مد هاد كهاد ليس لكن مدي أتكتين غريق أتنس قدرس غريق أتنس سوف أنا نلسو دوي مقدشان كسور نقني إسلام مركزني 87 كي عيارة لقى قيب قلاي أولو هذا إيس سنترال أفريكا كما قيب قرن 87 كي لكن وحان كاد قيب قلاي ياري كدعاي كدعاي سيول سوت كورويا أولمبيك وحاك قيب قلاي أنيقا يا أحمد إسماعيل يا جامع كراعين يو وحاك قيب قلاي محمد حدين كولمية ويرو الله أرحمه yes okay and waxa halkan iga muuqda sawiradaadii oo halkan aan soo dhignay ee oradadii aad ma aragtay in muqaalkan sawirkan hadda halkan ka muuqdo marka aad fiirisid iyo in adiga marka hadii hor fadhido laba ayaa tahay in abuukan marka waagaasi runtii waxa dahay waxa u maleeynaa qofku ugu adag in xiliyadaasi ciyaaraha simada waa jirta waa runta xiliga ciyaaraha waa adagtay macnaha waxaan ordi jiray habeen iyo maalin waagaa subaxdi markaan ka kaco waxaan aadaa ilaa 8 mile 10 mile hadana wixii galabbihii markii la gaaro qorraxda markii qaboodo ayaan waxaan ordaa hadana another 7 mile 8 mile marka waa inaad korkaaga adkaada isnaata orodka ma aha iska ciyaar ma aha dadku waxaan ciyaaraha fudud laakiin ciyaaraha fudud ma aha ciyaarahan aad ciyaareysaan يا إذن فنجري يا مدولة دام واجا جرتي مس هي ذا أيها جرا مركا سدا فنك كوه شا فنك وحن كوه إن واجا دولة جرتي دولة دا واجا قعنتي كوه سيارها ما شاء الله آت يا آت بقول شو بقول واحد جري حرير سيارها فضد أو قعنتي كوه هاي محمد أحمد صالح جارلس جري قعنت سيارها كوه هاي waxa jiray wasiir ka mira awara jiray wadanka waxa markaas ma sha Allah waa isma yes en hadii aan u soo laabano en yaa isla ciyaar jirteen ciyaartay fara badan ayaa Soomaaliya orodadeeda iyo Abdi Bilay ka mid ah marka tiimamkiina imisa qof baa ahaydan imisa la ciyaareysay waxa jiray naayido aan iska soo horjeedna jiray waxa kamid ahaa naadiga wagada kamid ahaa oo markii oo burburay waxa jirta naadiga wakaaladda ganacsiga umada oo aniga kamid ah waxa kamid ah naadiga horseed waxa kamid ah naadiga la dhahayo warshadaha so marka shan ilaa afar naadi baa jirtay marka alxamdulillaah mid kale waxa waa ciyaartoyda ay weydisay waxa kamid ahay oo marka Soomaaliya ma sha Allah ugu ficnaa ninka la dhahay jaamac maxamuud aadan jaamac karaacin waxa jiray nikala dhahay abdi bile oo asna ma sha Allah waxa jira ahmed ismaaciil liiraahdo waxa jira liiraahdo ali maxamed hufani waxa jira la xasan fariid allah yarahmu waadintay waxa jira nin la dhahay maxamed muxtiin kulmiye weeru oo aad isna waxa jira nin liiraah abdullah jamcaale eel shubo oo aad asna u fiicna waxa jira liiraah ahmed ismaaciil aan dhahay soore ali abd ali bay waxa jira nin liiraah digow waxa jira nin liiraahdo ahmed maxamed xuseen miiro yaa gabdhaha imisa gabdhood baa idin ku jiray ciyaaraha tiimamka orodada tiimamka orodada waxaan ugu jirtay Gamal Ismaaciil ma sha Allah oo aad u ficnaa gabadha waxa jirtay gabar kale oo dhahay ayadana qali qali aadan waxa jirtay shooti gabar dhahay waxa jirtay gabar dhahay maanaweyto waxa jirtay gabar dhahay muxuba maxamed warsane gabdhahan aad waxa jirtay gabar dhahay casha nuukay aad u ficnaa ayadana marka gabdhahana was ma kaftamin marka wiilashi iyo gabdhaha marka aad fiirisid challenge-ga in gabdhuhu
een kaalintooda een siday ahayd ma wiilashay ka badin jireen marka misle baltaan nooga warmaydan gabdhaha waa ficnaayeen wana raaci jireen wana la limitay jireen ma sha Allah gabdhaha aad u ficnaayeen laakiin janis ay ku baxaan waaga ma jirin yes maxaa janiska oo xakamaynayna wallahi janis waxa kamid ah meesha qualified loo baahan yahay time loo baahan yahay marka qarkood time baa lagu haraa ifamt marka gabadha hadda ku sheeg xataa waa ficnaad Fuzi Ibrahim Jilcu gabdhii gadaal ka soo baxay oo ficnaad ficnaay ay ahayd ayada yes in marka waaga marka aad fiirisid iyo hadda hadda isbarbar dhigtid ciyaaraha hadda ee aad ka hadlaysay in gobolada hadda ciyaarayeen in ma u maleeyneysa marka in xitaa idin soo dhawaan karaan mise gaab baa u dhaxay asleeda gaab xoog laa u dhaxay waad sababta u dhahay dibbura dhacay waad oo naadi ay jiray kala baa jiray oo macnaha ciyaartoyda macnaha ay ka qaadan jiray mishaar laakiin hadda mishaar ma jiro gaab xoog laa u dhaxay burburna waa jiray dagaalna waa dhacay laakiin ciyaal dhalinyaro jiraan wali aan wali give up sameyn oo maanta burburkan dhibaatada jirto waa tan hor kuugu sheegay oo bilada keeneen waxay ku xirin tahay wixii dhinacan hadda la fiiriyo organizationka sida cimaha loo ogaado ciyaartooyda waxay u baahan yihiin waxa macnaha daqli aa loo baahan yahay iska orod ma aha orodki yes waa gartay inta aad ii sheegtay oo naadi aad iskula jirteen yes aad iska warhayseen hadeertaan xiriirkiinu siduu yahay weli xiriirkiin waa fiican yahay waa wada xiriirna waa isbacnaa maasha allah laakiin waxa dhibaatada ay ka jirtaa ciyaartooydii meel ay ku ordaan mala hadda runta rati maqlaysaa meel waxaa iska taala check point taa taalo taana waa dhibaato waaga aniga wadanka joogay markaan ka baxo xaafadeyda oo aan deganaa oon dhinaca villa soomaali aado tiyaatarka xaggiisa aado nambar afar dhinacaasaan aada ilaa ay kontrolka afgan kasoo leexanay intaas waa ordaysa intaas waa socda gaashaan dhigaan soo mara warshadahan soo isaan mugul shan kusoo dhameyna that time wax dhiba ma jiri wax mashaakil ma jirin laakiin hadda waxaa ila jiro nin kaloo ciyaartoy waa ila jooga hadda oo asagana yimid 1996 adlan olympic ordaayay marka axmed xoor oo og haddana ila socdo oona la socdo wax meesha ka jira dhibaatada ka jirto marka xataa ciyaartoyda macalin haayo aa jiro cabdiguleed cali oo markaan muxuu leeyahay cadaani meel lagu ordo ma laha idinku dad badan baad ahaydeen oo khubaro ah macalimiin aad noqoteen ee guulo badanna aad waddanka aad u keenteen ma isku daydeen tiimkiinan intaad isbaxaysataan in aad jiilka kale ee dagaaladii baa dhacay dabcan oo xitaa aad u samaysaan ama tababaro aad u samaysaan waddankii inaad ku laabataan oo hawlaha u samaysaan aad iyo aad waa jecelnahay laakiin waa tan hore ku dhahay meel lagu ordo ma laha haddii la helay meel lagu ordo oo macalimadan sidii waddanka soo u dhisnay oo u dhisan yahay yes waa inaad tagnaa macalinka naqna majorkeyga waaba physical education how to teach the kids yes marka ugu dambeysay waddankaad qolaa waddanka waxay ugu dambeysay 1988 ilaa hadda dib uguma naqan 88 ilaa hadda dib uguma naqan ilaa hadda dib uguma naqan waana jeclaa waddankayga aad u jeclaa yes marka magaaladan aad ku nooshahay magaalada degantahay Denver Colorado Soomaali baad degan yes marka ma isku dayday marka inaad tababar caruur Soomaaliyeed halkaasi aad ku samaysaan dibale halkan waxaan ku aragnaa isagoo caruur tababaraya yes waajib laakiin anigu meesha aan degana magaalada aan degana waa jeclahay inaan ciyaalka tababaro gacanta ku qabto laakiin aniga ilmihii aan dhalay maasha allah aan tababar siiyaa aan kuwiga aniga aan dhalay oo waxa ka mid a cadaani ka mid a iyo cabdixakiin iyo hadda mid yaroo soo baxayo 14 jire marka ayagaa mar walba aan aab saan sameey marka ciyaalka waxay u baahan activity u baahan yihiin cadaani hadda ma ordaasag cadaani jaamacadda iskool ugu jaamacadda u dheelaa laakiin cabdixakiina iyo ordo oo hadda laba jire jaamacad u orday yes aram isid allama soo orday hadda laakiin organ u aadaa insha allah hadii ilaahay adaan already 2 year oo dhameeyay waxyaalaha challenge oo ka hor imaaday xilligaad ku jirtay xulka qaranka ma nooga sheegi kartaa maxaa ka mid ah okay waxyaalaha challenge ama dhib ha ahaato ama waxay ahaataba waxyaala ka hor imaadayo waa isleedahay ma jiraan yaa waa jana waxyaalahaas waxaa ka mid ah waxaa loo baahan ciyaartooyda waqti fiican in la xareeyo xerada la xareeyo isla markaana waqti fiican la wado taanka meesha laga ordilaa ama kenya ka dhig ama in country waa inay joogaan week or 2 weeks si ay jawiga iyo
إن ملاذ أولا قبستان يرتوي ده مركا تاس وقت كير أدو إسكو جلت دو ألميتين سيقول له هاي وحا أدي سابريت أوه وحاكو أبدي ساموروكا لعادة إزديار غري تو لي يس وحلو باهي لكن وقت ده مناسب كير قفك يرتوي ده إن لحرية بل لابا بل أو حرادة كجرو إسلام مركا أنا ماشي عيارا لو أدى لو أرداي وابن أوي هاي وإنا لبو ويك قصب جوغة اللي قبست مركو هاي أنا درينتا هذا altitude تهاي كي عمل كي واي هاي altitude سواء أنا وسي level سواء ماركور إنها تكوى 2 week 3 week على مين تمشي كوس ميسا الله قبستها مشاركة قادين جرتي واجع مركة فيليس الصومالية هذا يقو حوكي قرن كو أرداي قيمة يسوي ميسا قياسي هذا سؤال برايفل إنها تهاي لكن واحد صعب عفاي لعك تاسي مركة حسوسي هذا أوبل تو على $2 واحد بيشين بيشين $2 بالقادين جزء بيشين $2 قادين جزء والعكس هسه ما بدنين واجد لكن $2 واجا وحي أهيد العكس هيلا يا $2 ما جاسي وبيل كيجي وحوا هال العكس هيلا بهيد صح تاي يس هذه يقال العكس عنه قال يهيد يس أو أقول أنت $2 لا بكون وكده ولا بكون ملا سوكده واجد يس إن مركا عنك سو قدمنا أقبلها هسي إن مجران een tobar ya idin ahaan jiray ma dad ajnabi ba idin hawaagaas mise isda Soomaali ba tobar idin ahaa wa that's good su'aal faan wa waxaan lahayn macallin ba horseed macallin lahayd inji macallin lahayd naadiga wakaaladda ganacsiga umada aniga naadiga sanada macallin lahayd in aniga macallin lahayd macallinkii waxa la yahay Xasan Warsame Aadan wa macallinkiiga ilaa ay qaran uu ahaa naadiga ilaa ay qaran Xasan Warsame Aadan macallinkiiga oo waa macallin ma sha Allah oo illa ay qaran olympic asa hadda gacanta olympic ugu dambeeyay adana ma hayne 84 asa waday waa macallinka qaranka 84 asa waday 88 asaana waday labadaas ana hubo ani 84 kama qayb galin laakiin waxaan ka qayb galay 88 asa macallinkayga naadiga ee ahaa asaana macallinkayga qaranka ee ahaa jaamacad karayn asa macallin u ahaa oo abdi bil asa macallin ciyaartooda cali bay cali abdi ahmed maxamed xuseen niro ahmed ismaaciil kulli asa macallin qaranka وقاش إبراهيم وقاش أسامع عن الله عيرتو دمان أسامع عن الله يا ومعن أدي أد ما شاء الله تبت هو الصومالي وات صومالي مودي جن أجنبي مع المهاي سنين مره رياس وصحسنته رالي جنقه واحد جن مال قط معن له جن إسلامك هسنو وأنو ما بأردين ذاته وايرة كان عكرعينه معن الله مال قط له معن أجن مركز ومعن أجن لكن جين كينا دمبي معن أجنبي مودي جن معه qofka ciyaartayga waa runtii aad u mashquulaa een mar walba wuxuu ku mashquulaa sidii uu ordi lahaa sidii ma taqaana uu u guuleysan lahaa ee iskuulkiiba ku socdaa mar walba marka waagaad faraaqad aad leedahay maxaad ku nasin jirtay naftaada marka faraaqad leedahay maxaad daaweyn jirtay maxaad jecelayd inaad sameysid maanta qofka maanta qofka ahay waxaan tii jiray badal leedo waag badana bruno ku dheela badda asiga dabaalana waa maalinta aan qof ahay marka ama guriga iska joogay iska nasana waa gudiga waa gudiga aad baan kaaga maadcelinayaa een abukar abdul qadir hasan adani een abukar hasan adani ya abukar hasan adani abukar hasan adani runtii aad baan kaaga maadcelinayaa adiga mudan een ugu dambeyntii maxay tahay shacabka Soomaaliyeed oo adigu xulki qaranka aad tahay iyo kuwi aad runtii asla soo shaqeeyeen waxa ay tahay fariinta kuwa hadda cusub aad u sheegi lahayd iyo fursadda aad oo ka faa'iideysanayna dadkii aad soo wada shaqeeyeen waxa ay tahay hadalkaad u jeedinaa fursadda marti hore maanta aan u shaqo macnaheedu ragga hadda jiinka soo kacaayo oo ka mid ah yarka hadda all african games kaalinta labadka ku dhameeyay waa ninkaas la dhahayo عبد الله جامع محمد وان المستقبل له وان ادي اد حلكه وها اوغفرا اوغ فرتين اوغفرا وانو يديس جبين اولي دبالا يو علي ايدو حسن وان اسينا مستقبل له سو سوده فيجر له وانو لا جوجينين اني وحان اودو اي وحان سمي كرو وا ودبالا هدي الى سو خيريران حقيقا دنيقا اينا وا ايفنتيغا واي وهي اوردان 5000 انا 5000 اورد جري وعاونا waan u sheegaa habka uu oro habkaasnay buur kor jaranjarada kor laakiin sida hor hadda ma ah waa inay yimaadeen Ethiopia ay training ku sameeyaan waa inay yimaadeen Kenya Ethiopia Kenya yimaadeen training ku sameeyaan Soomaaliya uma maleeynaa inay
opportunity ku heli doonaan waa in laakiin ay caawinaan wasaaradda sportiga ay wax ka qabtaan wasiirka wasaaradda sportiga waa nin aad u fiican waa inuu wax ka qabtaa mid kale waxaan ku sheegi lahaa waxa jirto an legend sports hadda maqashay liban legend sports legend sports oo caawina dadkii hore caawina oo mar walba mushaar xataa u qoreen waxa kamid ah gudoomiyaha شيخ كندة أبو قادر شيخ أبو قادر حاج شيخ أبو قادر شيخ كندة وعكندة مرن إبراهيم جامع وكم قادر خينون وحكمدة أبو كرشينة وحكمدة قاري فريكة وحكمدة عمر شين وحكمدة عبد العزيز أحمد مهدي وحكمدة نون كوكاي وحكمدة ما شاء الله وبدين مرك حقا ساجران أو عونان عيارتين دي هوري أو كل باتيسن أو إن لها مركي داغ أكيقا إيكا حنون سينيهين هدي قبان حنون حنون دا نقاليو قعنتكو هايو وحال لها مجل سبورس أنا أنا كمي دي قد ديان كمي دا هاي مركا وحان جع لهاي إن عيارتين دان أو حتى إيكا إسكا دي باتيسن إن إيكو صوبحان رك بسنسا أي عونان أي قرب جوك سيدان يس هدان قدال يرون لابتو إن markaad guusha keentaan een waagi nabada een dawladdi hore ee maxamed siyaad bare een ma ka soo qayb gali jiray eventiga liidan qabanaayo habeenkaad guusha keentaan madaxweynaha ee haatan waqtigaas aad iyo aad waxa ka mid ah abdi bila abdi halyeeyadii soomaaliya oo orday 1987 oo bilada qaaday world championship waxa dhacday markoo soomaaliya mid waa soo dhaweeyay si sharaf ah u soo dhaweeyay markan soo dhaweeyay waxa dhacday maxamed siyaad bare inuu casho noo sameeyo casho fidis mid kalena waxaan ku sheegi lahay maadaama aan maanta halkan aan joogo Minneapolis waxa igu soo dhaweeyay ma sha Allah saaxiibkayga Axmed Xoor oo ahaa naayigada qaranka asagana 96 alaan Olympic ee ordayay waxa igu soo dhaweeyay Cabdi Bila Cabdi aan isla wada quraacnay oo markan la cabdi aniga halkan aan jooga waxa igu soo dhaweeyay Cabdullaahi Jimcaale ilmihiisa ma sha Allah oo ii soo diray Axmed Nuur ma sha Allah marka aad iyo aad waxaan kaloo halkan ka salaamaa ilmaha amaanta aan dhalay iyo xaaskayga iyo waxaan halkan ka salaamaa walaashay oo ila joogtay ma sha Allah ma sha Allah waa dhaqanahay ma sha Allah yes ma sha Allah ma sha Allah baaga daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeeyay waxaan kaloo halkan ka dhigay lahay waxaan meesha aan joogaa Sharif Coffee Coffee yes ma sha Allah waa meel aad iyo aad u qurux شاه معان وتم معان شاه معمل له ما شاء الله ادي اذن امها سنهي شريف وانا اسو سو كورني لا يدكسو دكسو اسو سو دغني دكسو سدخه ويل وال مكا وا نين اسغن اسو ديوي او شرف له او قيمه له قايل ادغنا ادا او باهنت ليبان ادي ادا امها سنتاي بقول كيو بقول ادي باغا داود انت سيان كسو غبغبين انا برنامج كان غار كاها او انو كسو قادني ابو كر حسن عداني او كميدها حلكي قرنكه سوماليا ee oradadii 5000 ilaa iyo 10000 sideetamayadii waxa uu runtii ka fadhiistay 1986 ayaa ugu dambeeyay sida uu ii sheegay ramishkan iyo midla midaba waxaan isku dhaafaynaa aniga iyo waliba xarunta aanu joogno ee saaxibkay Sharif Coffee waa shaahigi aadka u macaana ee halka uu ku yaalana ay tahay suuqa Soomaalida ee Carmel Mall barnaamijka gaaban halkan ayaan ku qabtaa mar walba ee si ay dadkuna ay kafeega ayagoo wata ay cabaayaan halka ay isugu yimaadaan tan iyo kulantadeena dambe waxa iska leh waxaan isku dhaafaynaa asalaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aadan kaaga maqan aadan umaasantaa liban